وفي حوار خاص للتلفزيون المصري أيضا، أكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إيمان طلعت على ضرورة تغيير الوصاية على القاصر إلى الأم في القانون الجديد. كان بالنسبة لنا أول توصية اتكلمنا فيها النهاردة اللي هي فكرة سرعة الإجراءات وعدم بطئها، بمعنى إن ما ينفعش يكون عشان يقدم الولي أو الوصي على المال طلب إن يترد عليه في خلال شهر في أمور مالية بسيطة، فإحنا مش عايزين نزيد الطفل يثمن بعد وفاة والده بإن إحنا بنبطله الإجراءات في صرف مستحقاته. كمان اتكلمنا على فكرة إن إحنا محتاجين يكون في جزء مخصص من أموال القاصر تحت الوصاية، يعني هي موجودة في الوصاية بس يكون للولي حق التصرف فيها مباشرة بدون الرجوع إلى النيابة، النيابة اللي هي المختصة لشؤون المال، ودي بنستخدمها في حالات اللي هي العلاجية الحرجة، زي مثلا إن طفل يحتاج إن هو يعمل عملية الساعة 2 بالليل وهو لديه اموال، يعني هو والده ضارك له اموال، فهل ممكن ان احنا ننتظر او نخلي الولي اللي هو ممثل مثلا في الام على سبيل المثال ان هو يروح يستلف هذا المال عشان خاطر يعمل هذه العمليه؟ لا، فاحنا بنجنب جزء هو كده كده بيتابع بيتم مراجعته في النيابه المختصه في الحساب الختامي، بس يبقى هذا الجزء مخصص للظروف العاجله.